ما سمعته من رئيس الحكومة الإسرائيلية حيال الطلب الأمريكي كان بناء وسنواصل محادثاتنا لذلك سيعود السناتور ميتشل إلى المنطقة لإجراء محادثات في الأيام المقبلة. نحن جميعا نتشاطر هدفا واحدا نريد استئناف المفاوضات غير المباشرة ولا نعتقد أن أفعال الطرفين تسهم في ذلك. لقد أدنا جميعا إعلان الحكومة الإسرائيلية توسيع المستوطنات ونتوقع من الطرفين العوده الى المفاوضات وخلق اجواء مؤاتيه لمحادثات بناءه